ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا نبدأ. وقصاد المدرسة الكندية خرجت جودي وهي بتتنطط بفرحة عشان رايحة القاسم اللي اشتقت له جدا. فوقف يامن قصادها وقال لها: جودي. نعم يا يامن. ليه مش بتكلميني وبتتجنبيني دايما يا جودي؟ لا مفيش، بس أصل قاسم. قاسم منعك تكلميني؟ بصراحة اه. يعني هو منعك تكلميني انا؟ انا يا من صديق عمرك، وبالنسبة لي هو ايه؟ امال لو ما كانش يزير نسا ولو عشيقة في كل مكان وعرف نص ستات الارض، جاي يمنع جودي البريئة عن صديق طفولتها؟ طب وكمان انتي ايه؟ فين شخصيتك؟ ما حتيها قدامه؟ ما اعترضتيش؟ خلاص بقى اي حاجة يقولها قاسم تتنفس فورا؟ يا من انا بحبه ومش عايزة ازعله. غضب يامن وظهر على وشه الحقد والشر، فبص لها بنظرة ارعبتها وقال: المهم يكون بيحبك يا جودي، والاهم يكون مخلص ليكي. قال كده بغموض وخبص ومكر ومشي بسرعة من قدامها. اما جودي فوقفت شوية وهي بتفكر في كلامه، ولكن بسرعة نفضت الافكار دي عن عقلها لانها بتعشقه وواثقه في حب قاسم ليها، ومن الواجب انها تثق فيه، فالحب هو الثقه. وبعد شويه ركبت الباص ووصلت لشركه قاسم، ودخلت زي عادتها لمكتبه وسلمت عليه، ودخلت بسرعه فتلقاها في احضانه، فتكلمت جودي وقالت له: وحشتني وانتي قوي يا روحي، يلا عشان نخرج. لا يا جودي مش هينفع. جودي كانت متحمسة، ولكن لما رفض طلبها اتلاشى الحماس وحل محله الضيق والزعل، فتألم قلب قاسم عشان حزنها وقال لها: جودي حبيبتي امتحاناتك كمان اسبوع ولازم تركزي يا روحي. ايوه بس انت كنت وحشني. والله وانتي اكتر، بس عشان بحبك لازم تروحي حالا البيت وتذاكري، وبعدين تكلميني شوية وتذاكري تاني، أوكي؟ أوكي. طب زعلانة ليه؟ عشان مش عايزة أمشي وأسيبك. هانت يا روحي وكلها بكرة وتبقي بتاعتي. إزاي؟ أنتي ناسية إن بكرة عيد ميلادك وهتتم السن القانوني؟ آه. طب وإيه؟ هو إيه اللي إيه؟ هنتجوز. نتجوز؟ ده لازم وأكيد. قاسم انا مليش دعوة وعايزة اخرج معاك النهاردة، انت وحشني. هو انا لسه هستنى لبكرة؟ معلش يا روحي يلا تعالي معايا. على فين؟ هوصلك للعربية والسواق هيوصلك لحد البيت. اوكي. سحبها معاه وخرج بيها لخارج الشركة وقعدها في العربية، ووصى السواق انه يوصلها لحد البيت، فمشى بيها السواق ورجع قاسم لمكتبه وثواني، ودخل الدنيا بسرعة وطلعت لمكتب قاسم بعد ما شاورت لمنى السكرتيرة انها تقوم بشغلها. فرفعت منى سماعة التليفون وقامت بالاتصال على السواق اللي سايق بجودي، وقالت له انه نسى الراتب بتاعه واليوم خلاص هينتهي، ولو اتأخر اكتر من كده مش هياخد الفلوس، وهي عارفة كويس انه محتاجها بشدة. فاستأذن السواق باحترام من جودي اللي وافقت بابتسامة ورضا، وفي نفس الوقت دخلت دنيا القاسم وقعدت عشان تتكلم في الشغل وثواني، ورن تليفونها ورسمت بدقة علامات الذعر والخوف على وشها، وقفلت التليفون وقالت لقاسم: قاسم الحقني، بابا تعبان ومش بيرد على الخدامين، تعال معايا نشوف ماله، اعصابي بايظة وحاسة اني مش عارفة اتصرف. طيب اوكي يلا بينا. خرج معاها بسرعة من باب المجموعة، وفي نفس الوقت
وصلت جودي مع السواق اللي استغربت جدا نزول قاسم مع البنت دي وسواني، وافتكرت انها نفس البنت اللي كانت معاه في الصور، فاتسعت عينيها بصدمة ونزلت من العربية لانها مش هتقدر تستنى السواق لحد ما يخلص، ووقف التاكسي وركبت معاه ومشيوا بسرعة ورا عربية قاسم اللي ركب فيها هو ودنيا. وبعد شوية دخل قاسم لفيلا الدنيا وسواني وفتحوا الباب، وطلعت دنيا لفوق بسرعة وهي بتبتسم بخبز، ووراها قاسم اللي ماشي وراها عشان ينقذ والدها اللي عارف كويس انه كبير في السن وانه من الواجب عليه يساعد دنيا لان ملهاش اخوات رجالة. فدخلت دنيا للأوضة وقفلت الباب، فاتكلم قاسم وقال: امال فين باباكي؟ مش عارفة، يمكن طلبوا له الاسعاف. ولحظة واحدة واتفتح الباب وسمع قاسم صوت حبيبته وهي بتبكي وبتقول: قاسم. ولحظتها اتصدم قاسم من اللي شايفه في عينيها ومش عارف يشرح لها حاجة، فهو دلوقتي في أوضة نوم واحدة، فالموضوع مش محتاج تفسير اكتر من كده. فصدمة جودي وعيونها المتسعة بينطق بكل حاجة، ولكن لازم يفسر لها ويحكي لها كل اللي حصل لانه ما يقدرش يخونها وانه اكتفى بها عن جنس حواء كله. فمشيت بسرعة ومشي هو وراها وقلبه بيتصر من الالم، اما الحية اللي كانت واقفة فكانت بتبتسم بابتسامة خبيثة ومسكت تليفونها واتصلت على شريكها اللي بيشبه لها بالظبط وقالت: الو، صوتك بيرقص، شكله حصل. ده حصل وحصل وحصل وزي ما احنا عايزين واكتر. اخد نفسه براحة وقال: تمام، مش عايز اشوف وشك تاني، اوكي يا روحي. قال كده وقفل التليفون في وشها بكل برود، فبصت لتليفونها بغيظ وصدمة من وقحته، ولكن ابتسمت وقالت: في داهية، المهم ان قاسم بقى فاضي ولوحده. وبنروح لجودي اللي كانت بتجري ودموعها بتنزل زي المطر على خدها، وسمعاه وهو بيجري وراها وبينادي عليها بصوت مخنوق، فركبت بسرعة التاكسي اللي سبق وجات بيه لانه كان مستنيها بناء على طلبها. وفي لحظتها قدر قاسم يلحق بجودي ومسك دراعها وقال: جودي حبيبتي، انتي فاهمة غلط، جودي. مرضتش تسمع له وامرت السواق انه يتحرك، فمشي قاسم بسرعة وركب عربيته وساقها وراها بكل جنون وهو بيحاول يلحق بيها. وفي منتصف الطريق وقف التاكسي اللي قاعدة فيه جودي لان قاسم قطع عليهم الطريق بعربيته، فوقف السواق وهو مجبر، ونزل قاسم من عربيته وتوجه اليها وفتح باب العربية ولقاها حالتها صعبة جدا، وبرغم كده بصت له بشراسة مش متعودة عليها معاه. فاتكلم قاسم وهو بيترجاها وقال: جودي يا حبيبتي، ما تقولش حبيبتي، ما تقولهاش تاني، فعلا كان المفروض ما صدقش، بقى معقول قاسم مهران هيحبني انا؟ بس انا اللي كنت عايزة اضحك على نفسي، انا اللي كنت عايزة صدق. جودي والله بحبك. انت كذاب. لا مش كذاب يا جودي. قال لها كده وبص للسواق ورمى جنبه شوية فلوس تمن اجرته، ومسك يد جودي بقوة وسحبها معاه لعربيته وسط صراخها وشرستها عشان يبعد عنها، ولكن بدون فايدة. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش والجاي احلى. بس يا ترى جودي هتقدر تتحمل ده ولا هتبعد وتكسر قلب قاسم؟ استنونا في الحلقات الجاية عشان هتعجبكم قوي بإذن الله. بس ما تنسوش تدعموني بلايك عشان بيحمسني انزل لكم اسرع، ولو اول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم
إشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.